إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت. قلوبهم دايما شايلة حكاوي وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. فنجان قهوة، لقاء من إعداد وتقديم مروة مقبول. مرحبا مستمعينا في كل مكان، ولقاء يتجدد مع فنجان قهوة. معكم نتجول حول العالم ونأتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى أن تضفي على يومكم بهجة وسعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية. أهلا وسهلا، شرفتونا، تفضلوا على الأكل. ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفرة بالويكند. واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي. صحتين حبيبتي. والكبة كيف شفتيها؟ مثل ما بتعملها ستي. وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي. مأكولات زياد، نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد. خالتو فيني أسألك شو طابخة بكرة؟ حس إنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا، أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي. زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katranjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع، وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغان، ونتمنى لكم العفو والعافية. للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعة على 1565 في مدينة تروي البناء F، أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263. That's 248-869-4263. على مدار السنوات الماضية شهد العالم الكثير من الحوادث والظواهر الغريبة التي عجز العلماء على تفسيرها، بل هناك الكثير من القضايا التي لم يستطع البعض حلها نظرا لغرابتها أو لأسباب أخرى. سنكشف لكم اليوم مستمعينا بعض هذه الألغاز والقصص التي لم يستطع الكثير من العلماء إيجاد تفسير لها. نبدأ معكم بقصة ألفريد باركر الذي اتهم بقتل 5 من أصدقائه خلال إحدى عمليات البحث عن الذهب في ولاية كولورادو. ففي نوفمبر 1873 كان ألفريد باركر يستعد لبدء حياة جديدة بعدما استقال من الجيش الأمريكي، وقرر الهجرة لولاية كولورادو للبحث عن الذهب الذي بدأ بالظهور بصورة كبيرة هناك مع بعثة مكونة من 21 شخصا. ولأن الولاية بها الكثير من الغابات والجبال ودرجة الحرارة بها تصل إلى تحت الصفر، لذا معظم الرحلات إلى هناك تتم في الربيع. لكن مجموعة باركر سافرت في الشتاء بهدف العثور على أكبر قدر ممكن من الذهب دون منافسة من أحد. وعند الوصول فوجئت المجموعة ببرد قارس وصعوبة في التنجيم عن الذهب وقرروا العودة، إلا أن باركر وخمسة أشخاص رفضوا وقرروا الاستمرار، ثم انقطعت أخبارهم. وعقب أسابيع عاد باركر لبلدته وحيدا، وعندما تم سؤاله عن البقية أخبرهم أنهم تركوه في منتصف الطريق بعد تعرضه لإصابة في القدم. أخبر باركر أهل البلدة أنه لا يعرف عن باقي المجموعة شيئا، ولاقت روايته صدقا عدا شخصا واحدا وهو ابن أحد المفقودين، حيث قرر مراقبة باركر حتى لاحظ أن كل متعلقات والده معه، وأبلغ حينها الشرطة التي ألقت القبض على باركر ووجدت جميع متعلقات باقي المجموعة معه، من بينها الخواتم والساعات وجميع المتعلقات. اتهمت الشرطة باركر بإخفاء معلومات عن الخمسة الآخرين، حتى تطور الاتهام إلى اتهام أكبر، وهو اتهام بالتخلص منهم، مشيرا إلى أن المحاكمة كانت أسطورية بحضور غفير من الأشخاص لمتابعة الجلسات. وحاول أكثر من مرة إنكار التهم المنسوبة إليه، حيث أخبر المحكمة أنهم حوصروا نتيجة الأجواء الشتوية الصعبة،
واتجهت المجموعة لإحدى المناجم ونشب بينهم خلاف ومعركة كبيرة بالأسلحة، لكنه دافع عن نفسه. تحول اتهام باركر في النهاية من التخلص المتعمد للتخلص بدافع البقاء، وحكم عليه بالسجن 40 عاما، حيث أنه خلال سنوات الحبس كان باركر ملتزما حتى أنهى العقوبة وعاش في سلام حتى وفاته. على الرغم من ذلك لم يسلم من لقب الوحش حتى وفاته، حيث أطلقت الصحافة والرأي العام هذا اللقب عليه، وتحول الرجل لأسطورة شعبية، ومقبرته أصبحت مزارا سياحيا لعدد كبير من الأشخاص، وتجمعت كل متعلقاته بالسجن وخارج السجن ووضعت في متحف أمريكي. القصة التالية أعجب من الخيال. رجل عاش 76 عاما دون طعام أو شراب، راهب هندي براهلاد جاني، توفي عام 2020 عن عمر ناهز 91 عاما. لكنه قبل وفاته كشف عن عدم تناوله الطعام والشراب منذ أن كان بعمر 14 عاما، أي لمدة 76 عاما. تصدر الصحف والقنوات الفضائية عندما حكى عن تجربته بأنه عاش على التنفس فقط دون طعام أو شراب منذ أن كان عمره 14 عاما. وبدأت القصة عندما ولد في منطقة بعيدة عن العاصمة الهندية، وقرر ترك أهله في عمر 7 سنوات، وعاش في غابة ومارس الكثير من التمارين التي لها علاقة بالتفكير والتأمل واليوغا. وعندما أصبح بعمر 12 عاما أصبح زاهدا في الطعام والشراب، ثم عندما وصل لعمر 14 عاما لم يعد يأكل أو يشرب. وقال: هناك قوة روحية سمحت له أن يعيش من دون طعام أو شراب، ومن حينها عاش حياته على التنفس فقط حتى توفي. في عام 2003 خضع لاختبار طبي كبير من أجل إنهاء أسطورة هذا الرجل، وذلك تحت إشراف أحد أكبر أطباء الأعصاب في الهند، وتواصل معه من أجل إجراء الاختبار، وأخبره أنه إذا كان صادقا سيخبر العالم بأنه معجزة حقيقية، لكن إذا كان هناك غش فسيخبر الجميع بالقصة الحقيقية. توجه به الطبيب إلى أحد المستشفيات ووضعه بغرفة معزولة لمدة 10 أيام تحت مراقبة شديدة، حيث قال الطبيب إن المراقبة بدأت بتفتيش ذاتي للتأكد من أنه لا يوجد معه طعام أو شراب، والمرحلة الثانية هي وجود عدد كبير من كاميرات المراقبة داخل الغرفة بجانب موظفي الأمن الذين كانوا حريصين على عدم خروجه من الغرفة. كان يجري له خلال اليوم فحصين بالأشعة وتصوير بالموجات فوق الصوتية، وعقب 10 أيام كانت المفاجأة، حيث خشي الأطباء من تأثر صحته، لكن أعضاء جسده كانت طبيعية. ظهر الطبيب في مؤتمر صحفي كبير وأخبر الإعلام أن ما يحدث معجزة، وأن التفسير الوحيد أن هناك تحول بيولوجي حدث للرجل نتيجة سنوات قضاها في ممارسة اليوغا. وأشارت إلى أنه في 2010 تكررت نفس التجربة من خلال 35 طبيبا من جميع التخصصات ومن بلدان مختلفة، وتم إخضاعه لإقامة جبرية لمدة 15 يوما، وكانت النتيجة واحدة، حيث وجدوا أنه لا يأكل أو يشرب. أصبح لدى براهلاد الكثير من الأتباع، وكانوا مؤمنين بمبادئه التي كانت عن السلام والزهد في الحياة. الطفلة البريطانية آلان سادلر التي عاشت وسط أسرة كبيرة وبسيطة، وكان لديها 11 شقيقا، ووالدها مزارع بسيط، مشيرة إلى أن تلك الفتاة نامت لمدة 9 سنوات. كانت فتاة عادية وطفولتها كانت عادية، لكنها لم تكن اجتماعية وشخصيتها تتسم بالهدوء، حيث كان الوالد يرسل أولاده لتعلم الحرف لمساعدته ماديا، وأرسل الفتاة لمدرسة داخلية لتعلم التمريض، ولاقت الفتاة إعجاب المشرفة نظرا لهدوئها. عقب فترة عادت المشرفة
وأخبرت الأسرة أن المدرسة لا تريد ألان مرة أخرى لأنها تنام كثيرا. وفي عام 1870 وعقب وقت قصير من العودة للمنزل، اشتكت الفتاة من صداع في الرأس، ولم يتوصل أي طبيب لتشخيص الحالة لأنها كانت تصف أعراضا لأول مرة يتم الاستماع لها. لكن أحد الأطباء أخبر العائلة أنها تعاني من خراج داخلي، وتم حجزها بالمستشفى، لكن فشلت محاولات العلاج. لم تعد آلان كما كانت، لكنها عندما عادت دخلت غرفتها للحصول على قسط من النوم، لكنها لم تستيقظ لفترة طويلة وسط قلق من الأسرة، إلا أن الأطباء أخبروا العائلة أنه لا مشكلة لدى الفتاة. فضربات القلب منتظمة، حيث طمأن الأسرة أن الفتاة ليست في غيبوبة. استمر نوم آلان لعدة أشهر، وبدأت المنطقة تتحدث عن آلان التي لا تستيقظ نهائيا. ولاقى الأمر شهرة، حيث بدأ الصحفيون في البحث عن سبب هذه الظاهرة. بدأ عدد كبير من الأطباء والعلماء في زيارتها لمحاولة تشخيص حالتها، وسط تشكيك للبعض من إخضاع الفتاة لاختبارات مثل الشك بالإبر لكشف حقيقة الأمر. ثم أكد الأطباء أنهم رأوا الكثير من الظواهر الغريبة، لكن ظاهرة آلان هي الأغرب. تحول منزل الفتاة البريطانية لمزار سياحي، حيث كان يزورها عدد كبير من السياح من أنحاء العالم وسط دعوات لها بالاستيقاظ، حيث استمر نومها عدة سنوات. لكن والدتها رفضت نقلها للمستشفى لرعايتها رغم كل عروض رجال الأعمال الذين أرادوا تبني حالتها. كانت والدة الفتاة خلال تلك السنوات تشربها اللبن والعصائر، وتمدها بالطعام من خلال الخراطيم حيث كان مهروسا حتى تستطيع الاستفادة منه. وبعد 9 سنوات استيقظت آلان، لكنها اكتشفت أن والدتها توفيت وأن أشقاءها هم من تولوا رعايتها. لكنها لم تتذكر أي شيء خلال فترة نومها، حيث نامت في عمر 11 عاما، لكنها بعد الاستيقاظ مارست حياتها بشكل طبيعي بعد ذلك. هذا البرنامج يأتيكم برعاية New Concept Products and Design. بإدارة نجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على www.newconceptproducts.com أو زوروهم في موقعهم الجديد 31185 Schoolcraft in Livonia. ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ. هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي. جهاز سوفت ويف، علاج جديد غير جراحي، يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد. تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توب ريهاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية. اتصلوا الآن على 313-846-0555. توب ريهاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555. This is WNZK, Dearborn Heights, Detroit, your ethnic superstation at 690 days, 680 nights. الجميع يتساءل، من هي السفيرة عزيزة ولماذا سميت بهذا الاسم وماذا فعلت حتى تصبح أسطورة يضرب بها المثل في الجمال ورجاحة العقل؟ كل هذا وأكثر نقدمه لكم في هذا التقرير. حكاية من الزمن الجميل.
شخصية وطنية وحدوتة مصرية رائعة. بالرغم من اعتياد اللسان على ذكرها في أمثالنا الشعبية، إلا أن الكثير منا لا يعلم من هي وما قصتها التي تعتبر علامة قوية في رحلة كفاح المرأة المصرية لإثبات ذاتها بالرغم من الظروف التي كانت تقف أمامها في هذه الحقبة التاريخية من تاريخ مصر الحديث، والتي كانت لا تسمح للمرأة إلا بالقليل. ولدت عزيزة عام 1919. والدها الطبيب سيد شكري دحروق، والذي سماها عزيزة على اسم والدته، وكان الأب هو المعلم الأول للفتاة الصغيرة. تعلمت على يديه العطاء بلا حدود، فقد شاهدت والدها الطبيب وهو يوفر جميع سبل الراحة لوالدتها المريضة، والتي كانت مريضة بالزهايمر ولها 5 أطفال. وفي سن 10 شاركت والدها في رعاية الأسرة، خاصة أخيها حسين الذي ولد مصاباً بالصمم. وفي عام 1938 وقف والدها بجانبها وكان داعماً لها حتى استكملت عزيزة دراستها والتحقت بالجامعة الأمريكية. وبعد تخرج السفيرة عزيزة من الجامعة عام 1942 بدأت أولى خطواتها في مشوارها، واهتمت بالأعمال الخيرية كمتطوعة، وتتلمذت على يد زوجة العالم البلجيكي بهمن في نادي سيدات القاهرة، فتعلمت إدارة وإنشاء الجمعيات. وفي سنة 1951 تزوجت عزيزة هانم من أحمد حسين بيك، والذي عين وزيراً في وزارة النحاس باشا، وبدأت هي وزوجها رحلة الكفاح الاجتماعي، وحاولت التعرف على أحوال الفلاحين وحل مشكلاتهم. وقبل الثورة بأيام تولى أبوها الدكتور سيد دحروه وزارة الصحة في آخر وزارة أيام الملك، وكانت عزيزة خارج مصر. سافرت عزيزة هانم بصحبة زوجها أحمد باشا حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على دعوة من الأمم المتحدة، فقد دعي زوجها لدراسة التنمية الريفية في دول الكاريبي والمكسيك، بينما دعيت هي بصفتها خبيرة اجتماعية، فكانت أول سيدة من المنطقة العربية تجوب دول العالم لإلقاء محاضرات عن العمل الاجتماعي، كما ألقت محاضرات في 40 ولاية أمريكية، وكانت مؤيدة للثورة عند قيامها نظراً لمبادئها في العدالة الاجتماعية. وبعد ذلك تولى زوجها منصب سفير مصر في الولايات المتحدة، بينما تولت هي رئاسة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بالأمم المتحدة. ويقال أن لقب السفيرة عزيزة أطلق عليها بسبب عملها بالأمم المتحدة وتمثيلها المشرف للمرأة المصرية هناك. عادت عزيزة وزوجها إلى القاهرة، ونظراً لتاريخه ولقربه من جمال عبد الناصر تولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكنه لم يستطع الاستمرار واستقال من منصبه. وكان للسفيرة عزيزة العديد من الخدمات الاجتماعية التي كانت غريبة على الشعب المصري في هذا التوقيت، مثل تنظيم الأسرة وإنشاء حضانات خاصة بالأطفال في القرى المصرية. وفي عام 1977 تم ترشيحها لوزارة الشؤون الاجتماعية، لكنها رفضت واختارت أن تمضي في خدماتها الاجتماعية مستقلة. رحلت السفيرة عزيزة في 19 يناير عام 2015 تاركة إرثاً عظيماً للعمل الاجتماعي يتوجه التواضع والإخلاص، قائلة جملتها الشهيرة: النجاح هو عمل يستفيد منه الآخرون. هذه هي السفيرة عزيزة الحقيقية، وليست النجمة سعاد حسني كما شاع بعد فيلمها السينمائي الشهير الذي يحمل ذلك المسمى، وقد شاركها البطولة فيه الفنان شكري سرحان عام 1961. السفيرة عزيزة هي أيقونة نضال للمرأة المصرية في العمل الاجتماعي وحماية حقوق النساء والرمز الدبلوماسي الرفيع. قدمت لكم هذا التقرير عبير حسين. هذا البرنامج يأتيكم برعاية
قشات ميديترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية، جميع أنواع المواد الغذائية، ألبان طازجة، الكرزات والبهارات الطازجة. داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب، المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة. تفتح الأسواق من 8 إلى 9 مساء من الاثنين وحتى السبت، ومن 8 صباحا إلى 9 مساء يوم الأحد. تقع الأسواق على 32839 North Western Highway في مدينة فارمينغتون هيلز. لحوم حلال للجالية الإسلامية، لطلباتكم من المطعم كول 248-538-7855. That is 248-538-7855. قشة ميديترينيان ماركت، خدمة متميزة ومعاملة راقية. شو هي الحياة؟ إني كون دفيانة ومو خايفة، إني أعيش بقية حياتي بكرامة، أكل أكل زين واشرب مي نظيف، إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة، إني أحس بالدفى والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي. منذ 30 عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، والتي تم اختيارها من بين أفضل 9 منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1-800-827-3543 أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل. طالعة من بيت أبوها رايحة المطعم عشتار، فاتما سلم علي يمكن لحيل وجوعان، قلت اللي يا حلوة خديني وبعشتار غديني، قلت اللي يا حلوة خديني وبعشتار عشيني، قالت لي روح يا مسكيني عشتار the best in town. طالعة من بيت أبوها رايحة المطعم عشتار. عشتار؟ مطعم أهل البيت والخطار. 3625 15 ماي رود في مدينة سترلينغ هايت، هاتف 586-698-2585. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوة قلوبنا تفوت، قلوبهم دايما شايلة حكاوي وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. إذا كان الشخص دائماً يحرص على مشاعر الآخرين ويسعى لإسعادهم وإدخال السرور إلى قلوبهم ولا يتأخر في مد يد المساعدة للجميع سواء الأقارب، الأصدقاء، المعارف أو حتى الغرباء، ولا يتفوه بأي كلمات جارحة لغيره، فهو إنسان لطيف جداً. هذا ما تطرق إليه كتاب لا تكن لطيفا أكثر من اللازم للكاتب ديك روبنسون، فقد ناقش مفهوم اللطف وصفات الأشخاص اللطفاء والأخطاء التي من الممكن أن يرتكبوها بسبب لطفهم وحسن نيتهم، ولخصهم الكاتب في 9 نقاط مختلفة. وفيما يلي تلخيص لأبرز مواضيع الكتاب، كتاب لا تكن لطيفا أكثر من اللازم مع أيمن محمد. محمود لطيف جدا مع كل الناس وعلى طول بيراعي مشاعره، اي حد يطلب منه اي حاجة في اي وقت مهما كان غير مناسب بيعملها له، متخيل ان دي حاجة كويسة وان الناس هتعامله بالمثل، بس للأسف مش هيحصل غير على عكس ما هو متوقع، وهيبني علاقات مش سوية هتأذيه هو نفسه وحياته في النهاية. كان في بلدين، كل بلد على جبل، وكان اهل البلدين نفسهم يزوروا بعض، بس طبعا مفيش اي وسيلة مواصلات تقدر تعمل كده، لحد ما هيجي ساحر على قطر قديم ويحول القطر ده لقطر مسحور بيعرف يتكلم ويفهم ويطير، وهينقل الناس بين المكانين بسرعة كبيرة. أول يوم القطر شغال تمام بينقل الناس، وبعد ما يرجع بالليل خلاص تعبان وعايز ينام علشان بكرة بقى يبقى فايق ويعرف يشتغل، هيلاقي 2 في المحطة عايزين يعدوا الناحية التانية، هيقولوا له معلش جينا متأخر، هيصعبوا عليه وينقلهم، وهو راجع هيلاقي 4 مستنيين يوديهم، وهكذا بقى رايح جاي طول اليوم.
وكل مرة كان بيوافق هو عايز يقول لا، بس مش عايز يحس انه أناني. كان بيحس بالذنب لو فكر انه يرفض يساعد حد محتاج له، والوقت بقاله شهر كامل شغال 24 ساعة بصورة متصلة لحد ما باص تماما ومعادش شغال نهائي. لو انت شخص لطيف انا عارف ان كلمة زي لا صعب عليك انك تقولها، بس انت لو ما قلتهاش هتأذي نفسك وتحملها اكتر من اللي تقدر تتحمله. حتى لو عرفت تكمل هتكمل وانت متضايق ومنهك، ومع الوقت هتبقى مجهد ومكتئب وهتنهار في النهاية. النهاردة عبد الحميد رجع من الشغل لقى مراته متغيرة. مالك؟ مفيش. مالك؟ مفيش. هي عايزة منه حاجة بس مش عايزة تقول، وعايزة يعرف لوحده، بس هو خلاص اقتنع ان مفيش حاجة فهيسكت، وهي هتلو بوزها اكتر وتضغط عليه وتحاول تحسسه بالذنب. هي مش عايزة يحس بالذنب ولا مبسوطة بكده، كل اللي هي عايزاه انه يعرف هي عايزة ايه من غير ما تقول. المثال ده انت ممكن تشوفه كوميدي، بس في ناس كتير بتعمل زيه بطرق مختلفة. بنرفض نقول احنا عايزين ايه، يا اما خايفين من الرفض او خايفين على صورتنا قدام الناس. ممكن نرفض نطالب بحقنا او نرفض عرض تقدم لنا، وفي نفس الوقت بنتضايق لما الطرف التاني ما يعملش اللي احنا عايزينه اللي احنا اصلا ما قلناهوش. زي مصطفى اللي الحرامي سرقه، هيروح القسم ويبلغ، وهناك هيودوه الرسام علشان يوصف ملامح الحرامي والرسام يرسمه. كل ما الرسام يسأله على تفصيلة معينة، عينه مثلا ضيقة ولا واسعة، بيجاوب غلط، وفي الآخر الصورة النهائية المرسومة مفيش بينها وبين الحرامي أي شبه. لما أنت تبين لحد شخصية غير شخصيتك طبيعي أنه ممكن ياخد رد فعل يضايقك لأنه ما يعرفكش أصلا. حسام بيهزر مع أيمن بطريقة مش عاجب أيمن، بس هيعمل أنه يضحك ومش هيتضايق، وكده حسام محسش أن فيه أي حاجة غلط، وممكن يكرر اللي عمله، وأيمن هيكتم غضبه قدام حسام، بس لما يروح هيفرغ الغضب بتاعه في أي حاجة تانية. هيتلكك لأخته الصغيرة مثلا اللي ملهاش أي ذنب ويضربها. لما تحس إن حد بيسيء معاملتك أو يستغلك وده ضايقك، ما تكبتش غضبك وعبر عن نفسك، حتى لو الشخص ده أنت بتحبه وخايف لا يزعل مثلا، اديله على الأقل فرصة إنه يعرف هو مش هيغير سلوكه منه لنفسه طالما مش حاسس إن فيه حاجة غلط. عمر مهووس بصيد السمك وحياته كلها عن الموضوع ده. النهارده بيكلم صاحبه حسن علشان يروح معاه يصطادوا سمك بكره، بس حسن بيكره الصيد وشايفه ممل جدا، لكن هو شخص لطيف، لو قال لعمر كده هيحس انه ممكن يجرحه، فعلشان يراعي مشاعره هيكذب كدبه بيضة، هيقول له انا كان نفسي اجي معاك بس انا مسافر بكره 3 ايام. وعمر هيروح يصطاد لوحده، وهو راجع هيقابل حسن بالصدفه ويكتشف انه كان بيكذب عليه. حسن لو كان قال انه مش مهتم بالصيد ممكن عمر كان يتضايق، بس كان هيحترمه. لكن الكذب هو حل مريح جدا، بس هش جدا وهيدمر الثقة اللي هي أساس أي علاقة. لما حد يطلب رأيك في حاجة خليك صريح، ممكن تقوله بلطافة ماشي، بس مهما كانت الحقيقة مؤلمة فهي أقل ألم من النتيجة القاسية للكذب في النهاية. وحاول ما تبقاش زي هدى اللي درسها مكسور ومسوس وبيوجعها، بس هي بتخاف من دكاترة السنان، هتقعد تاخد في مسكنات. المسكنات مش هتمنع الألم نهائي ولا هتحل المشكلة، هتأجلها بس. وبدل ما كانت هتتألم يوم وتروح للدكتور تخلع الدرس، فضلت تتألم 15 يوم على المسكنات، وفي الآخر راحت للدكتور برضه وخلعته في النهاية. النهاردة أول يوم لمنة في المدرسة بعد ما هي وأهلها نقلوا المدينة جديدة، وهتقعد جنب منار. منار لطيفة جدا وحبت منة، وعلشان كده هتساعدها وتنصحها على طول في كل صغيرة وكبيرة. منة في الأول كانت مبسوطة، بس بعد كده بدأت ترفض الطريقة دي وتحس إنها بتقلل منها. المشكلة ان منار مش مديها اي فرصة، يا اما منا تقبل نصيحتها وكده تبقى مدينة ليها، يا اما ترفض نصيحتها وهنا منار تزعل، وفي الاخر منار مش هتدي لمنا اي فرصة غير انها تقطع العلاقة المزعجة دي. النصيحة المباشرة ما بتساعدش حد بصورة حقيقية، وخصوصا لو متقالة بطريقة مزعجة، ولو اتمديت فيها يا اما هيهرب منك يا اما هيفضل موجود بس هيخبي عليك. لو قلت لحد انت غلطان والمفروض تعمل كذا، كده انت اصدرت حكم على تصرفاته، وكمان حسسته ان انت احسن منه، والاتنين دول كفالين انه يسد ودانه وما يسمعش اي حاجة انت بتقولها. النصيحة ممكن تبان على ان نيتها حسنة، بس اللي بيقوم بيها صعب قوي انه يبان ان هو بدون دافع، او ان الامر مش متعلق بيه من الاول مثلا، او انه مهتم الامر الطرف التاني ومش عايز يحس ان هو اعلى منه ولا بيحاول يخليه مدين ليه مثلا. خميس اكتشف ان جمعة صاحبه بيشرب مخدرات وبيتصرف بطريقة هتدمر حياته. خميس هينكر في الاول اللي حصل، اكيد جمعة صاحبي ما يعملش كده، وبعد ما يتأكد هيحاول ينصحه ويأمره انه ما يعملش كده ويبطل،
جمعة مش هيستجيب، بس بعد كده خميس هيبدأ يهدده انه هيعرف اهله، وكل شوية جمعة يقاوم اكتر والموضوع ماشي بصورة عكسية، وفي الاخر خميس هيأس تماما ويبدأ يتستر على جمعة لو اهله سألوه عنه هيحميه بالكذب. لو تعرف حد بيرتكب خطأ ما تحاولش انك تحميه، محاولتك حمايته مش هتساعده باي حاجة، ممكن تزود تصرفاته الغلط اكتر. حاول ما توبخوش ولا تطلب منه يعمل حاجة في صورة امر، اشرح له المشكلة ووجه نظره ازاي الموضوع ممكن يأذي، ما تصدرش عليه اي احكام ولا تقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، ساعده انه ياخد القرار ويستنتجه بنفسه، ما تحاولش تتحكم فيه ولا تأمره. ندى امها ماتت وحزينة جدا من اللي حصل، وامل صاحبتها عايزة تخفف عنها، هتحاول انها تلهيها، هتكلمها عن المدرسة، الموضة، اي حاجة علشان تخرجها من اللي هي فيه، ولما تيجي اي سيرة عن امها مش هتقول اسمها ولا تقول امك علشان ما تفكرهاش، هتقول هي وتتكلم عنها بصيغة الضمير، هتحاول تضحكها وتنصحها بان الحزن مش هيفيد بحاجة، دي اخر حاجة ممكن تعمليها لها. انك تواسيها بطريقة مش صادقة، وخصوصا لو مش فاهمة اللي مرت بيه. تخيلي انت دكتورة وجد النهاردة بنت صغيرة مصرة ان القلب مكانه جوه الدماغ، هتقولي عليها عبيطة ومش هتهتم باي كلمة تقولها ولا تاخديها بجد. هو ده بالظبط الشخص اللي مش مدرك حجم المأساة اللي حد مر بيها وبيحاول ينصحه، متخيل ان رأيه والكلمتين بتوعه عن الصبر والمواساة هيساعده في حل المشكلة وان الموضوع بالسهولة دي. بلاش تنصحيها خالص، سيبيها تعبر عن ألمها وخليكي متواجدة معاها بصورة حقيقية مش جسديا بس. واحد، ما تحملش نفسك اكتر من طاقتها وإلا هتنفجر في الآخر. 2، ما تعزلش نفسك الحقيقية عن اللي انت مهتم لأمرهم وعرفهم انت مين وإيه طبيعتك. 3، الكذب عامل زي المسكن، هيخليك تحس براحة الوقتي بس بيأجل المشكلة ومش بيحلها. 4، محاولتك نصيحة وحماية حد بالقوة مش هتساعد ولا تحل بأي صورة. 5، الشخص المصاب مش مستني انك تقوله كلام زي ان الحزن مش هيفيد بحاجة وبقية الكلام البديهي ده، سيبه يعبر عن نفسه أحسن. هذا البرنامج يأتيكم برعاية. هل تلقى أطفالكم أحدث نسخة من لقاح كوفيد-19؟ لقد تم لغاية اليوم تطعيم أكثر من 5.5 مليار شخص بلقاح كوفيد-19، وأثبتت النتائج أن اللقاحات كانت فعالة، حيث قام الخبراء حول العالم بإجراء الاختبارات اللازمة ليكون اللقاح آمناً وفعالاً. اللقاح لا يحميكم أنتم وعائلتكم فقط، بل يحمي المجتمع كله. قوموا بواجبكم من خلال التحدث إلى مقدمي الخدمات الصحية أو زيارة michigan.gov/kids-covid-vaccine. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان. حكي معونها فهم في العين وافهم كمان في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكوما وتصحيح النظر من أثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة، يقبلون معظم أنواع التأمين الصحي. زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار والناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 أو عيادتهم في راجستر هولس. للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937. حاولنا كتير، خلينا نحاول كمان مرة. الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف. يعني ما في أمل؟ للأسف حبيبتي. هنالك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023، ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات، وهو حاصل على البورد الأمريكي
في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600. IVF أمل يولد من جديد. أحبائي محبي إذاعة صوت العرب من أمريكا، وجه ندى بيحييكم. النهاردة هنتكلم على الفنان محمد عبد المطلب. الفنان محمد عبد المطلب فنان شعبي ومطرب شعبي طبعا أصيل. هو محمد عبد المطلب، محمد عبد العزيز الأحمر، مواليد 13 أغسطس عام 1907، بلده شبرخيت بمحافظة البحيرة. ظهر على الساحة الطربية وعمل في البداية في كازن وبديع مصابني مع محمود الشريف الملحن وفريد غصن الموسيقي اللبناني والمطرب صالح عبد الحي وأحمد شريف وأحمد عبد القادر وعبد الغني السيد، وظل في منافسة غنائية في المحلات الليلية وأيضا في الإذاعة. ومن أشهر أغنياته وما فيش حد طبعا ينساها اللحن الرمضاني، رمضان جانا، من ألحان مين؟ محمود الشريف، واللي كان بينهم مصاهرة، واللي قدم له ألحان شهيرة أنا وإنت في الهوى وبتسأليني بحبك ليه وبياع الهوى راح فين ومستني جواب وودع هواك وبيعني ولا شاريني ومين فينا ينسى بتقول وتعيد لمين وبتشكي من دا ودا الناس المغرمين ما يعملوش كده. طبعا فاكرين اللحن ده، فنان محمد عبد المطلب وبأغانيه الجميلة. الكلام طبعا اللي احنا قلناه ده من كلمات مين؟ عبد الوهاب محمد. وألحان مين؟ محدش يصدق كمال الطويل. ومين ينسى طبعا اسأل مرة عليا لعلي السهاجي وألحان سيد مكاوي. ومين ينسى برضو فضل موسيقي الأجيال على فناننا محمد عبد المطلب، ولما قدم له ألحان جميلة وزادت في شهرته واعمل معروف يا بعود ملفوف، وكانت دويتو ده مع نعيم عاكف في فيلم النمر. ومين ينسى فايت وعنيف عناية وفيلم تاكسي حنطورة عام 1945. وحد يصدق ان الفنان الكبير محمد فوزي قدم له لحنين في حياته فقط؟ الاول مشهور وهو ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين مقام الكرد ومن نظم زين العابدين عبد الله، والتاني لا قابلتك ولا كلمتك. وغنى من موسيقى وألحان أحمد صدقي بصعب على روحي لمرسي جميل عزيز وبتكلموني ليه لأحمد حلمي. وبرضو قدم له الملحن عبد الوهاب كرم ألحان كتيرة، ولكن أشهرهم كاس الهنا داير يسعد قلوب الناس. وقدم له الملحن ابن اسكندرية حسين جنيد أعمال موسيقية شهيرة ما بيسألش علي أبدا لفتح أورا. وتعاون طبعا الفنان كمال الطويل مع صوت عبد المطلب وقدم له أشهر ما غنى طبعا الناس المغرمين. وطبعا اللي كتب الكلام الحلو ده عبد الوهاب محمد، وبرضو الملحن محمود كامل قدم له ألحان كتيرة، ولكن أشهرهم تسلم إيدين اللي اشترى، الدبلتين والإسورة من نظم مين؟ عبد اللطيف البسيوني. ومن ألحان رياض السنباطي غنى محمد عبد المطلب شفت حبيبي وفرحت معاه ده الوصل جميل حلو يا محلاه، وبرضو جميل وبخيل ومخصمنا ومش بيكلمنا. ومن ألحان أحمد صدقي بصعب على روحي علشان بدك ترضيني مفيش في القلب غيرك. ومن ألحان عبد الرؤوف عيسى الملحن السكندري داري على شمعتك وجواب رمضان وإله الكون. ومن ألحان محمد الموكي غنى أوهام الحب للشاعر عبد السلام بدر، واعطف يا جميل لعبد العزيز سلام. وطول حياة محمد عبد المطلب قدم لنا عشرات الملحنين، ومن ألحانهم طبعا شفيق السيد ومرسي الحريري وزكريا أحمد وعزة الجهلي ومحمد حمودة ومحمد قاسم ومحمود مندور وسيد مصطفى ورياض البندق
وعلي فراج، حلمي بكر، عطية محمد، عبد الحليم نويرة، إبراهيم رأفت. نيجي بقى لحكايته بقى مع السينما. اشترك طبعا وغنى، وبرضو بطولة بسيطة في السينما المصرية، وكان أول أفلامه علي بابا والأربعين حرامي. وغنى مع مين؟ مع إسماعيل ياسين وعلي الكسار وليلى فوزي، وإخراجه قصة وحوار وسيناريو مين؟ توجو مزراحي. وكان العرض 18/9/1942. والفيلم الثاني كدب في كدب، وغنى قدام بيبا عز الدين طبعا الراقصة وأنور وجدي، وإخراج توجو مزراحي. وبعد كده فيلم رجاء، ده كان الفيلم الثالث، والبطولة لرجاء عبده المطربة طبعا بتاعة البصاجية اشتكوا فاكرينها، وشارك الغناء مع إسماعيل ياسين، إخراج مين؟ عمر جميعي. الجيل الجديد بطولة سميرة خلوسي وحسين صدقي وعلوية جميل، وإخراج أحمد بدرخان. وكان العرض 14 مايو 1945 في سينما ستراند بالإسكندرية. وكانت المشاركة الخامسة هي البطولة بقى لمحمد عبد المطلب، وغنى قدام مين؟ قدام سامية جمال وإسماعيل ياسين ومحمود شكوكو، وغنى فايت وعني في عنايا، يا نايم الليل وانا صاحي، يا ابو العيون السود. اخراج مين؟ اخراج احمد بدرخان. واتعرض الفيلم يوم 13 سبتمبر عام 1945، وكان الفيلم رقم 6 والبطولة التانية على طول، اللي هو فيلم كازينو اللطافة قدام سامية جمال وسرية حلمي واسماعيل ياسين. وغنى طبعا من ألحان زكريا أحمد ومحمود الشريف، وإخراج جمال مدكور. وكان العرض 18 أكتوبر عام 1945. الفيلم رقم 7 الصيت ولا الغنى، والبطولة مع زوجته المطربة العراقية نرجس شوقي، إخراج حسن الإمام، واتعرض 2 مايو عام 1948. أما الفيلم رقم 8 دستة مناديل، وطبعا شارك الغناء مع كارم محمود، والإخراج كان لعباس كامل. الفيلم رقم 9 وشارك الغناء مع حسيبة رشدي وسامية جمال، وغنى رمش الغزال والتوبة من قلبي. والعملين من نظم مين؟ الأغنيتين من نظم عبد الفتاح مصطفى وموسيقى أحمد صدقي. والعرض كان 15 أكتوبر عام 1951. والفيلم هو اللي بعد كده انتقام الحبيب، وإخراج الأجنبي فرتر توشو، وغنت حسيبة رشدي أغنية السوق لمحمد علي أحمد وألحان علي فراج. أما الفيلم رقم 10 لك يوم يا ظالم، وكان الفيلم من إخراج صلاح أبو سيف، وكان العرض 19 نوفمبر عام 1951. أما الفيلم رقم 11 للفنان محمد عبد المطلب ليلة غرام، وشارك الغناء معاه كارم محمود، ولحن بحر يا وابور، إخراج أحمد بدرخان. أما الفيلم رقم 12 وشارك كارم محمود بالغناء في فيلم دستة مناديل، إخراج مين؟ عباس كامل. والفيلم رقم 13 شياطين الجو، إخراج نيازي مصطفى، وشارك بالغناء بألحان محمد فوزي. وكان العرض 4 إبريل عام 1956. أما الفيلم 14 المتهم، وشارك الغناء مع شريفة ماهر، ورأس طبعا مين؟ زينات علوي، وغنى والنبي يا جميل أنا مش قدك، ومن إخراج كمال عطية. وكان العرض 1 إبريل عام 1957. أما الفيلم رقم 15 خمسة شارع الحبايب، إخراج السيد بدير، وغنى محمد عبد المطلب مع مين؟ مع نجوى فؤاد وحسن يوسف. وده يمكن كان الفيلم الأخير للفنان محمد عبد المطلب عام 1971. أما الفنان بقى محمد عبد المطلب في حياته الاجتماعية، غاص انتخابات مجلس الأمة في نهاية الخمسينات عن دايرة شبرخيط وما حلفوش الحظ. وفي حياته الاجتماعية اتجوز 3 مرات من الراقصة شوشو عز الدين أخت بيبا عز الدين، وأنجب توأم اللي هو نور وبهاء. أما الزواج الثاني من السيدة نرجس شوقي اللي هي المطربة العراقية، وتم الانفصال. أما الزواج الثالث
من شقيقة زوجة الموسيقار محمود الشريف الله، وأنجب انتصار وسامية جمال الله. احنا بنقول سامية جمال عشان محبتنا لسامية جمال، أنجبوا انتصار وسامية. وفي موسم 1973 غنى في مسرحية يا حبيبتي يا مصر، وهنا اتغير صوته طبعا وانكسر وفقد صحته وصوته، وظل معتكف حتى وفاته في 21 أغسطس عام 1981. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من فنجان قهوة، على وعد بلقاء يتجدد. دائما تجدونا على أثير إذاعة صوت العرب من أمريكا. كنت معكم مروة مقبول.